يسر هادي لو سمحت، انا مش جاهزه اتكلم في اي حاجه دلوقتي. طيب يا ست مفيش حاجه، متزعليش قوي كده. مش جاي اقولك يعني ان انا بحبك تاني فجاه، ولا ان شكلك حلو قوي وانت بتعيطي، ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص خالص يعني. امال جاي تقول ايه؟ جاي اراجع معاكي المشهد لو ما يضايقكيش يعني. طيب اتفضل، انا هبدا بجمله زينه وانت كمل. اوكي قولي جاي ليه بعد كل ده. انا فاهم مخاوفك كويس، وعارف اني فاجئتك. الكلام ده مش مكتوب في السكريبت. ومتخيل كمان ممكن تكوني بتفكري في ايه ومقدره، بس كل اللي انا طالبه منك تدينا فرصه اسمعك وتسمعيني.